اقرأ وغيرها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوس ثم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا عرب هلم بنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا الشيخ مجمريات ودى دارات شنميهونو ريان زينو سورة العرف المتو سبا ستس اقرأ من قول الله تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآيات قالوا لولا وإذا لم تأتهم بآيات قالوا لولا ريان بآياتنا يا الألف اللام بآيات قالوا لولا نجتبيتها قل إنما لولا نجت بيتها النون لم تجمر قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولتنيا تياكي سورة النمل سوسمتو سبازتي. اقرأ من قول الله تعالى
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة قالوا نحن قالوا نحن أولو قوة نحن أولو قوة نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ريان ولتنيا وتياك إمي هنا سورة الشعراء سسمتو سباسست. اقرأ من قول الله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون
وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتِ بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ماشي ريان قراءته دروم نجار الله نزيم كتتوتش نمالوت كترو نجار سجمر الله المخارج وجه ترو ناجو ما نتبع تلاقي حرف وجه ستات أبر أن حرف وطاته ترو مخارج ሌላኛው ነገር ደግሞ ክፍተቶች አሁን የመጀመሪያው ቁርአን እና የሁለተኛው ቁርአን አሁን የመጀመሪያው ቦታ ላይ መድ ያልሆኑ ቦታዎች ላይ መድ ማድረግ ሚን ዱኒሂ ፈኪዱኒ መድ ሲላም ይባሉ ማለት እና በጣም በረጅም ነው ሳቁ እና ይሄ አላስፈልግም እንት ሌላ አሁን ተመሰል ተዘከሩ ستلاهون زيال لمد متو بآيات متو إن نزيال لكفتتوشهن نزوا ما تارم يال لباس كفتتوشنا شو مالاتينو إن متلاهون عند مد يال لين ستت متلاه مد الطبيعية أين تيال لستتوش إن بتعم تلك ستت نمي كوتر إن عند فدل يا قد ذلك سنزي إن سنا استغفر لين ليلا دمو متأمروا من دنو كذبت ثمود ولتني وقراء أهلي كذبت ثمود تا من دنو ادغام يدرج اظهرنا متون كذبت ثمود مكرات اللبت كذبت ثمود مولو ادغام لا دركهم قل بتوسنا شفناوال تا سكونن معناتنا اتجنا استخاكل لي يا مجرشا قن وعيون عين لي ضموا بدنب قلص مدرجين ورد في جنات وعيون ان ما ترى في ليلاكن مخارجه طرو نو اهن ميقره انزي ناتشو معناتنو كفتوتوچ مد بوتاوچ لينا عندنت يايناچو كفتوت ناتشو ليلا ما شاء الله طرو نو ريان زين قراءه طرو يهونه قراءه نبر ياو استاذ يانسواچو نتوچ اندالو هونو يميوفرو فيدلات لاي يبلطه تكرات مسطت تفخيم لاي معناتنو ብዙ ቃላቶች አሉ ያስኳቸው አብዛኛዎቹ ላይ ተፍኺማቸው ባዶ ሆኖ ነው ያየሁት ለዛ ሚውፍሩ ፊደላት የንዘወነከ غ غين ላይ ወአንሲቱ እነዚህ መሰል ቦታዎች ላይ ሚውፍሩ ፊደላት አሉ እነዛን ፊደላቶች በአግባቡ ማፍረት ኩረት አድር ከዛ ውጪ ግን በተረጋጋሚ ከቁርአን ጋር ቆይታ ማድረግ ምክንያቱም አንዳንዴ ቆም ይያልክ ቼክ ያደረክ ወደ ኋላ ምትመለስባቸው ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ኢንሻአላህ አስተካክል ያው በተረጋጋሚ ሙራጃአ በማድረግ በማክተም የሚስተካከሉ ነገሮች ናቸው። ማሻአላህ خير يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا رسول قطيت ودادرچن داوود خضر
سورة المائدة عندما توها أردت اقرأ من قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة دقم وطعامه وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون حسبك سورة القصص 395 اقرأ من قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ما شاء الله جميل. داود خضر تروي هنا قراءة بتلي دمو مخارج لي اليوم دمو صفات الحروف لا الله تكرت بتعمد السلال لمسالي تفخيم مني مثل بتعمد تفخيم ندال لبو تعمد التشالل بطرهوني تا يعني بفكبتوني تاني اللو جن دا قدرات دمو سنناي دا ان كان دمو كايانا چونة تبو چوست بني بكل تكرت مانس ابزان يون تساساتونا ملس بله متاستقاكلا چو قدوشنا چو የሚጀምረውም ቅራ አህለይ በብዛት እንደነበረው ማለት ነው ለዛ በተቻለ ሀቅም ከቁርአን ጋር ረጂም ጊዜ ቆይታ በተደጋጋሚ ቁርአን አብዝቶ መቅራት ይሄንን ነገር ይቀርፋል ምናልባት የፍራቸውም ሊሆን ይችላል አለ ይሃል እሷን ነገር ብቻ አስተካክል ከዛ ውጭ ያለው ግን ጥሩ ነገር ነው ታየኝ ኡስታዝ የሚጨምሩት ካለ ይጨምሩ ማሻአላህ ጥሩ ነው ዳር ጥሩ ነው ስለ ያ ሁሉም ነገር ጨርሳል ለማለት ሳይሆን በጣም አብዛኛው ነገር ጥሩ አሁን የተለየ የጎላ ምን ነው ሰተት አለየ ነበር ምናልባት ተጅዊድ የሆነ ክፍተቶች ካሉ ነው ሌላ በጣም ጥሩ ነው ቀደም ደግሞ እንደ ክፍተት አይውት ይሄ ኢንቱ ቢደለኩም ተሱኩም ትንሽ ተክራረ ደጋግምኩ እና ይሄ እንደ ክፍተት ወሰደው ለማለት ነው ሌላ ምን አለ አንድ ሁለት እንት እንደሰጠህ ነው إظهار الشفوي لكم وللسيارة ميم لك بدم إظهار ما اتفق على لبت السؤال يا زلت ليلة دمو ولتن يوقر أهلك إنه لا يفلح الكافرون ويكأنه لا يفلح الكافرون رأى لي ضمه وتفخيم قدل رقيبه هنا بال نزيم بيتش واستاخر له ليله وبتام ترونه ما شاء الله طريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا رسول ታይተወዳዳሪ የሚሆነው አብዱራህማን ሙራድ
مجمرة إياكي سورة النساء صفحة 96. اقرأ من قول الله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صفحة 366. اقرأ من قول الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.
وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا حسبك خير عبد الرحمن ما شاء الله طوله هل من نقرأ رأسه يوم تجويد سيهون يتجويدون قلقات متملكتنا عندي لأول لفظ القرآن واللفظ لي تلي يبلا شيخ نقريبا نلبت أنه القرآن يحفظ كنا بلان الكزي قدم القرآن سنة حافظ دمو مستحق يا اللباتشون عندي ردة نسنسون تسعيحنا للرقاء وتعم تروهون وسألة مالت أنا من البت يمجمري وقرأ سورة النساء عليه سكرا يالي واستغفر الله إن الله تي همزة مد من ولي اللبات مد مستحق إن الله مد فهمت؟ ليلا نغردمو من أجلو ثم يرمي به ما قوم كفلقن ديتنا من قومه يرمي به ووصل سيدرك ويندمو أيها إذن بمنكرة بتكذي به بلن منكروا على سن قوم قل من دن مي هنا سكون مهنا بس ما لسه زشقة عند ليلا ليلا ما تملك كتاجن تفخيم لي أستاذ من نقرأ أهل مسلمين وكلا ضربنا أي غنى مي بالونا قال تكتلوا مي متعون في دل سلمي كتلوا بزوج زي كتلوا مي متعون في دل عينتنا سبت مي كتلوا هنا الذي وكلا ضربنا زي غنى وإنه ملت إخفاء سنة درجة اللي شو غنى مثلا في تقييم ليلا وترى ما شاء الله تمت خير عبد الرحمن مراد أبزانيون أستاذ تناغروتال طرو يهونا قراءة بطرو دمتس أقربه لنا جزاك الله خيرا يبلت يتواب عندهم كالهبة مستوى مقادة رجام كان ديهد عند تبالهم لحفظهم يتشال دم عندهم يتمين نسو يتوسنو مستقاكل يلباتش يتجود هقاتو تشالو كان نزوست لمسالي إدغام بغنى لي تنش يازي مادرك የመቆየት ነገር ቢኖር ምክንያቱም ነካ ያደረክ መታለፋቸው አንድ አንድ ቦታዎች አይቻለው ለምሳሌ ፈመን ዩጃዲል ኢላህ ፈመን ዩ እዚህ ቦታ ላይ በደንብ ሁነው ላይ ቆየት ማለት አመን ይኩኑ علیہم መን ይኩኑ ማሻአላ ከዛው እጭ አንድ ቦታ ላይ ተትቢራ ሚለው ላይ ታው አለ ቀልቀላ ነገር ትንሽ ተሰምቶኛል ተት እሷ ነገር ጥንቃቄ ከቀልቀላ ፊደላት ውጪ ይሄ ቀልቀላ ሲፋ ለሌላ ፊደል እንዳይሰጥ መጠንቀቅ ማሻአላ በተረፈ ጥሩ የሆነ ቀራ አሰምተናል جزاك الله خيرا كتايت ودادرهچن ميهونو عبد الحفيظ كمال ميجمرو طياقي سوره الانعام 128 صفحه
كسورة ومجمرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. حسبك. ولتني أعطيك سورة العنكبوت 398. اقرأ من قوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ما شاء الله عبد الحفيظ كمال كزي قدام عندنا برو عندنا قرنهم طرو هنا يا مخارج عندي هنا مو ليلوچم تجويد احكاموچن طبق احمد قرابته نيتا اندال نغرانحال زاريوم قراءه كذا يانسا ادلم طرو نو يتوسنوا نطبوش كن لما استوس فلغالهوين يا ولقطاي غزو عند ጥንቃቄ እንድትጠቀምና ትኩረት እንድትሰጣቸው ለምሳሌ አብዛኛው ቦታ ላይ በጣም ያበላሽብኝ የነበረው የዳል መخرج ዳል መخرجን መታወጣው አንተ ትንሽ ወደ ወሰጠ ሊሳን ወደ ማከለኛ የምላስ ክፍልህ ተጋርገህ ነው ደ እንዲህ አይነት ድምጽ ነው እየመጣ ያለው እሱን ማስተካከል ትንሽ ወደ ጥርስ መብቀያ ወደ ፊት ማምጣት ዳ እሱን አስተካከል ሌላ ሁለት ቦታ ላይ قدير ان نصير ميلو هون مجرشا كويلي قراها ሁለት ቦታዎች ላይ را ترقيق ما هون አለበት قدير ران ترقيق مدرك እንዲሁም ደግሞ نصيرም ላይ ልክ እንደዛ ያንን አላየሁም ከዛ ውጪ ግን ما شاء الله እንዳጠቃላይ ቲላዋ በጣም ጥሩ የሆነ ቲላዋ ነው ما شاء الله ኡስታዝ ሚጨምሩት ካለ ይበሉ እኔ መጨምረለህ ምንም እንሳቸው እንዳለው እንደነገረውም አብዛኛው ነገር ጥሩ ነው ቁርአን ያፈዝክ እንደሆነም ነግረህናል ከዚህ በፊት ያ ቁርአን ያፈዘ ሰው ደግሞ ለተለይ ከተጅዊድ ያለ ነገር ላይ
ማለት ተጅዊድ ድርስ ላይ ተማርናቸው ነገሮች ወደ ቁርአን አምጥተን ከቁርአኑ ጋር በጣም ማገናኘት ያስፈልጋል። እሱም በተመለከተ ነው ነገር ማለት ማለት አህካሞችን ታቃጫለ ግን ወደ ቁርአን አመጣጣቸው ጊዜ ጋር ከቁርአኑ ጋር ትንሽ መዋሃድ የሚቀራቸው ነገር ስለያየው እንደምሳሌ ጉና በሚወፈርበት ጊዜ ጉና ማን ጊዜ ቀጣይ የሚወፈር حرفك ሲመጣበት አብሮ መወፈር አለበት እንደምሳሌ ميونطين ميونطين يا مجمر القراءة سورة الأنعام يا سنكرا معناته من قبلهم مدام بزيغا وقلنا أحكام متبكة للبات لا معناتنا ليلة موسوس تنيا من أي تشالو وراء ضم من بيهو لبات كسي من البات كاستوال كل تنيا وقراءة سكار كفتتن أوقها وراسل لما استهاقل ستموكر للبات نا راء ضم ستهون مدنب 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 انتم مدنب أنت أحكام دمولي لما تملكت ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس الله أنت بترقيقني قرر راء سكون ولد مكنياته من دنب راء الساكنة ككسر بوهالا كمتاج ترقيقي هنا الملون أحكامي زهما لسه አገን ሌላ ደሞ ምንም ይባል ህግ አለ ቀጥሎ ደሞ حرف الاستعلاء ከመጣበት በተለይ ደሞ حرف الاطباق የሚሆነበት ጊዜ ደሞ የበለጠ መወፈር አለበት ሱምጣ ስለዚህ ምን ይሆናል في قرطاس تفخيم ادرجه ከራ القران ውስጥ የተወሰኑ ቦታዎች አሉ ልክ እንደዚህ እንዳሉ اذا لبل مرصاد في قرطاس የመሳሰሉ ቦታዎች ይኖራሉ እነዚህ ነቦታዎች አይ ራ ككسر بوحالان بتمتا موفرن يالبات لالونا سلازي نزيم بچا استكاكل الى قراءه وطام ترونو اهون لو ددرو بچا سايهم اهون قران يميا حفظ سو دومو اهون ابزنيو نغر استكاكل لالبطام تقيت نزي تننش احكاموچ نغروتن ننو استكاكل بارك الله فيك وطام ترونو اقرا وخيرا ورتل القران اسمح بصوتك اسمع الاكوان